ده جزء تاني من أساليب التلاعب والمراوغة، هنكملهم. تعالوا نحكي الحكاية. سابع تاكتيك هو البروجكشن، أي الإسقاط. كان لينا صديق كده من قريب بيحكي عن مشكلة عنده مع واحدة شخصية يعني كدابة، فكان مشكلته في الصدق والكذب، يعني دي بس مشكلته. أنا كانت مشكلتي أو اللي نبهته منه هو الإسقاط، لأنه الشخص الحرامي بيشوف الناس كلها اللي حواليه حرامية، والشخص الكذاب بيشوف الناس كلها كذابة، والشخص الخاين بيشوف الناس كلها خاينة. فكرة ان انا اللي يبقى عندي العيب واصبه على اللي قدامي، انا اللي عندي insecurities ومشاكل وعيوب في شخصيتي وابلي اللي قدامي بيها، فكرة انه انا ابقى مهزوزة نفسيا وابتدي اعمل اسقاط على اللي قدامي في ان انت مهزوز ليه نفسيا مع ان انا اللي عندي مشكلة. وهكذا عند الكذاب، الكذاب بيبص عليك ان انت كذاب، او هتلاقيه عمال يدور وراك اذا كنت انت بتكذب، ويتحقق وعايز يسأل فلان ويسأل علان ويتجسس ويدور على سكرين شوتس وحاجات. ليه؟ لان هو نفسه كذاب وعارف كده، فبيتخيل ان الناس كلها زيه، فبيتخيل انه زي ما بيعمل هم هيعملوا زي. فهتلاقي وهو بيكلمك هو متخيل ان انت كذاب وبتغشه وبتخونه، ولازم تثبت له ولازم تقدم له حاجات تبين قد ايه ان انت صادق وما الى ذلك. فمصيبة مصيبة جدا تكنيك الاسقاط، احذروا منه جدا. التاكتيك رقم 8 هو الميكست سيجنلز، الاشارات العكساكاس. يعني ايه؟ في بعض الناس بتبقى عايزة تاخد مننا حاجة عاطفية، شخص مثلا عايز احتياج عاطفي معين، فيروح يتعرف على بنت لطيفة وكده ويبتدي يتعامل معاها على انه معجب بيها ويديها كل الاشارات اللي تديه. او على فكرة بنت، يعني الموضوع بيحصل من ولد، او مش عايزة اخص الرجالة بس عشان الرجالة مش هي اللي شريرة، يعني ممكن يحصل من الولاد ومن البنات. ممكن برضو واحدة تكون بتدي اشارات اعجاب بواحد، وكل الاهتمام والاحتياج العاطفي بيتاخد وما الى ذلك، وبعدين يسيبوا الشخص الطرف التاني في حيرة. طب انا ايه؟ طب انا بالنسبة لهم ايه؟ طب الموضوع هيحصل ارتباط ولا هيحصل، يعني في كلام رايح جاي وطمأنينة واهتمام وتفاصيل، واحنا بنحكي تفاصيل اليوم وما الى ذلك وكده، وبعدين الشخص التاني بيبقى تايه ومش عارف هو رايح فين او كده، وبعدين لما تيجي تسأليه يروح قايلك احلى انا بتعامل معاكي زي اختي، او هي انت مجرد زميل مش اكتر من كده، انا ما كانش قصدي ان يعني اوصل لك حاجة تانية. من هنا الشخص برضو بيجيله بعاطفة جياشة وصدمة كبيرة، انه انا اللي مجنون، انا اللي كان بيتهيأ لي، انا اللي يعني بتلزق للناس وما الى ذلك. لا، ده مش حاصل. هو بيبقى الشخص مديلك اشارات عكس عكس، اشارات معكوسة، علشان هو بيبقى محتاج احتياج عاطفي معين، ولكنه مش هيوصل الى مرحلة الارتباط. ودي برضو ممكن تحصل في الشغل احيانا، علشان مثلا مدير يكسب جميع الاطراف، فيبقى عمال بيدي اشارات ان انت احسن حد ونمبر وان والتوب وكده، وبيدي اشارات لحد تاني ان هو احسن واحد ونمبر وان والتوب، وبعدين يفضل يبدل ما بينكو علشان ياخد اقصى مجهود والتاسكات كلها تتعمل على اكمل وجه و و و فهو عمال يشغل اشارات، فانت تبقى قاعد لا على حامي ولا على بارد، وانت مش عارف انت الطفل المدلل ولا هو مغضوب عليك دلوقتي ولا ايه ولا ايه. الشخصيات السامة والنرجسية بتستخدم الاسلوب الاشارات العكس عكاس دي علشان طول الوقت تبقى مشوقة اللي قدامها، او تاخد احتياج معين هي قصداه، وبعدين تخلع من غير ما يكلفها ان هو يتدبس في علاقة، انه يتدبس في كلام مباشر، انه يتدبس في اي حاجة بشكل واضح وفيها مواجهة. رقم 9 ما يسمى بالهايبربولي والجنراليزيشن، التعميم والمبالغة، اللي هو انا لو جيت قلت لك يا فلان حصل منك كذا وكذا وكذا، انت هتتناقش او هتنكر يعني انه ما حصلش كذا وخلاص وهتمشي يعني. انما انا ممكن ابتدي اقول لك انت ما شفتش الناس عملت ايه،
انت ما شفتش رد فعل الناس عامل ازاي؟ انت احرجتنا قدام الناس اللي موجودة. انا بحسسك ان في ناس كتير، احنا شعب، احنا كتير عليك، انت واحد بس احنا كتير قوي، والناس كلها بصت لك، والناس كلها اتكلمت عليك، والناس كلها استنكرت، فانت تحس بضآلة واحراج، وانه في كمية على واحد، فتبتدي انه لو انا بس اللي قلت لك انت هتقف قصادي، انما لا، انا لما حسسك انه في جموع غفيرة انت هتبقى لوحدك، فمش هتقدر تقف قصادنا كلنا. التعميم والمبالغة دي بقى انا بجيبها في كذا صيغة وفي كذا موقف وفي كذا علاقة اجتماعية، عشان طول الوقت استفرد بالشخص ان انت لوحدك واقف في الكورنر، واحنا كتير وانت مش هتعرف تسد علينا كلنا. وبالغ بقى واعمل له جاز لايتنج، حبه جاز لايتنج بقى، بان انا بوهمه انه انت ما خدتش بالك ناس كانت بتبص لك ازاي، وما فيش حد بص له اصلا ولاحظ وجوده اساسا يعني، بس انا بعمل تعميم ومبالغه علشان استفرد بنفسيه الشخص واقعد اضرب فيه انه ياه دول بيقولوا عليك كذا. من الاساليب برضو الشائعه جدا. التكنيك العاشر هو تغيير الموضوع. ده تكنيك برضو شهير جدا، انه تبقى بتكلم شخص هو مش طايق يسمع اللي انت بتقوله حاجه، بقى انت بتحكي عن انجاز انت عملته، بتحكي عن اخوك جات له منحه في جامعه مش عارفه ايه، اختك كسبت الاولمبياد، يعني في حاجه كده عظيمه قوي بتحصل، والشخص الغيره واكلاه وفي كراهيه حاصله، مش طايق ان انت تبقى احسن منه، يبتدي ينفخ، يغني، يدندن، يلعب بماوس بتاع الكمبيوتر عشان يسمعك انه بيعمل حاجة تانية في التليفون مثلا، ينقل الموضوع. انت ما شفتش حصل ايه؟ ده مهاب وقع على قميصه قهوة الصبح وفي عز ما انت بتتكلم في الحاجة في الانجاز. انت ما سمعتش احنا ما بنقبضش بقالنا 6 سنين. اي حاجة، انا بغير الموضوع، انا ببوظ لك اللي انت بتقوله ده، انا مش سامعاك اصلا، انا بغني، انا ممكن اكلم حد تاني جنبي، بكلم يعني اي حاجة معدية، بكلم قطة معدية، اي حاجة، بس انا مش سامعه اصلا اللي انت بتقوله ده. وفي بني ادمين اساتذه في تغيير الموضوع والغلوشه وان هم ينقلوا من حاجه لحاجه علشان مش عايزين يدوا اهتمام، مش عايزين يقولوا كلمه مبروك، مش عايزين يفرحوا لك، هم مش طايقين نفسهم، مش طايقين اللي بيسمعوه خالص. رقم 11، تكنيك السايلنت تريتمنت، الصمت لفترات طويله. فكره بقى ايه؟ انا عودتك على وجودي وديتك الاهتمام وديتك ومعاك في كل حاجة وبشارك وبعمل وبتاع، جيت طلبت حاجة ما نفذتهاش، او ده ممكن يكون حاجة تافهة قوي، انه يعني من تفاهة الموضوع مثلا انك مدتنيش برستيجي اللي انا استحقه قدام الناس، حاجة تافهة يعني، ما عرفتش الناس بيا كده وعملتلي مقدمة كده كان فيها حاجات طايرة وناس بتسقف وحاجات كده، فابتدي هنا اني انقطع عنك كعقاب عدم وجودي خالص، تبعت لي ما ردش كانك مش موجود، بتعامل انك هوا، تجاهل تام. طبعا يعني في ناس بتبقى مبسوطه قوي بفكره العتاب، لانه العتاب بيبين انه الشخص باقي عليك، انما فكره الصمت والتجاهل دي قاتله جدا. ده برضو في الريفرس سايكولوجي بيقولوها، ان انت في بني ادمين تتجاهلها تماما كانها مش موجوده علشان تنال منها. فالشخصيات السامه دي على طول بتستخدم السايلنت تريتمنت، مش ان هي تعاتب وتتناقش وتقول وتعبر عن غضبها وزعلها، لا 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 خالص، هي تروح ساكتة وتختفي كام يوم، اسبوع، اسبوعين، ثلاثة، لحد ما انت اللي تجري وتسعى، وايه يا فلان وانا عملت ايه، ويا فلان انت ما بترديش عليا ليه، ويبان قوي اللهفة والاشتياق، وانه في حالة من الادمان. فالشخص بيبقى انه ايه انت ما بتكلمنيش ليه، انت مش بترد ليه، ده ممكن البني ادمين تطب على الناس في اماكن شغلها عشان تبينهم قد ايه هم، يعني تبين لهم قد ايه هم محتاجين لهم، وفي حالة احتياج للادمان اللي هم فيه ده. طبعا الشخص ده حله، الشخصية السامة دي لما يعمل السايلنت تريتمنت، لما يسكت احنا بنسكت، احنا بنسكت خالص كأنه ما حصلش، اللي هو انا بيتعمل معي سايلنت تريتمنت تمام، تنشغله بقى في اي حاجة. طبعا الموضوع بيبقى بيغيظ احيانا، بس احنا مفيش، هو تجاهلك احنا بنتجاهله، احنا كمان هو انت بيتعامل انت مش موجود، انت مش موجود خالص اطلاقا، لانه
هو بيتغذى بقى على فكرة الاشتياق والجري والسعي ده، هو بينتعش جدا انه اه ده انا ربيته انا نلت منه. فاحنا لما بتحصل السايلنت تريتمنت دي بنعمل قصادها سايلنت تريتمنت تانية. رقم 12 بنقترب. رقم 12 هو فكرة الباسيف اجريسيف، هو لطافة التالين القتلة دول، اللي هو ايه انا عملت لك ايه وبتاع، لا ما عملتليش حاجة، في ايه، لا ما فيش، اللي هو ايه ده في وفي وفي بس انا مش هقولك. يعني في بعض البنات بتعمل الموضوع ده، في ان انا مش بطلع غضبي بشكل مباشر، انا مش بواجهك مش بعبر، بس في قتال قتلة صغير شغال في دماغي من ورا كده مش هعرفك عليه. يعني برضو الموضوع التكنيك ده سام جدا جدا جدا، لان انت ما بتبقاش قاعد على حامي ولا بارد، مش فاهم ايه اللي بيحصل، انت مش عارف، انت مش عارف اصلا ايه المشكلة، هي بدأت منين يعني. ففكرة ان الشخص اللي قدامك يبقى passive aggressive، يبقى جواه بركان وبيكنلك مشاعر غاضبة جدا وفيها كراهية وعايز ينال منك، الى انه الابتسامة. الشخصية دي ممكن تهرس اللي قدامها، ممكن تعيط البني ادمين وهي مبتسمه. يعني ميول قتال قتله حاجه مرعبه جدا، بس مش هيعمل مشهد ومش هيفرج الناس عليه قد ايه هو مفتري وجبار وبشع، لا 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 لا، هو قد ايه شخص لطيف وحبوب ودبدوب قاعد في وسطينا، بس هو ماشي يقتل في الناس من ظهرها هما مش حاسين. فبرضو احذروا جدا شخصيه الباسيف اجريسيف. رقم 13 هي فكرة الخوف. احنا عايزين نعمل حلقة كاملة على موضوع الخوف ده، لان الموضوع ليه يعني حاجات، مواضيع اجتماعية شائعة، ولكن فكرة ان انا بلعب على الخوف الـ كإحساس كغريزة عند اللي قدامي، مش بس بقى في فكرة تشوف الناس قالت عليك ايه، لا ده عامة في انه الخوف من السلطة، مش بس انا بتكلم على حكومة، لا ده سلطة بتاعت المديرين، سلطة رئيس مجلس الادارة، سلطة ان احنا هنترفد، سلطة البيت، الاب الام، ان انا طول الوقت ابقى بتغذى على الفريسة بتاعتي عن طريق الخوف. فانا على طول بطلع شخصيات، طبعا تبقى مصيبة لو في البيت وبربي اطفال، انا بطلع اطفال مهزوزه جدا، الخوف هو اللي بيتملكها، فبتطلع جبانه فبيعملوا مصايب اكبر بكتير قوي من ان هما يطلعوا شخصيات ثابته واثقه من نفسها. ففكره الخوف لوحده ده حوار بقول لكم كبير جدا، واللعب على السلطه في ان انا طول الوقت بخوف في بعبع خفي للفريسه اللي قدامي، انا على طول بخوفها منه، انه بص هيعملوا فينا، هيسووا ده لو بابا جه، ده لو ماما عرفت، مع انه العلاقه مع الاب والام مش مفروض تبقى مبنيه على الخوف خالص. هيقطعوا عيشنا، هيعملوا، هيسجنونا، هيودوا. وفي الاخر هو القصه كلها بتتلخص في انه حد عايز يسيطر عن حد فبيخوفه، مش اكتر من كده. دي برضو من حاجات الملعونه من الشخصيات النرجسية اللي بيمارسوها على الآخرين. رقم 14 هو الابتزاز، وهو الحقيقة بقى ما فيهاش تحوير فيها، هو الابتزاز بالمعنى الحرفي بتاعه، ودي بتعملها بمنتهى يعني الصراحة الشخصية النرجسية. هتلاقي الشخصية النرجسية في حديثه معاك كده في وقت كده لطيف بيسألك عن معلومات محدش يعرفها، اللي هو ايه جو مش احنا صحاب، تأتمني على سرك، ما تقولي حاجه ما حدش يعرفها كده يعني بشكل مباشر. فانت مثلا تقول له ما عنديش اسرار، ما يا انا كنت فاكرني صاحبك او فاكر ان انا ليه مكانه خاصه، هو بجد عايز يعرف معلومات. ليه بقى؟ شخصيه نرجسيه بتكون خايفه طول الوقت ان هي تتفضح قدامك، دي من الحاجات المرعبه جدا للشخصيه النرجسيه. فقصاد ان هي ما تتكشفش يعني قدام حد، هي بتبقى عايزة تمسك زلل على الناس اللي قدامها، علشان لو اتفضحت يبقى فيه ابتزاز بمعلومات عن، او بيبقى فاتح فايل كده صغير في مخه على فلان الفلاني والمعلومات، حاجات بقى تافهة يعني، حاجات من اول حاجات ممكن ذكريات من وانت طفل، لعلاقتك الخاصة جدا باهلك، لماضي مثلا حصل غلطت في حاجة ايا كان، وطول الوقت هو عمال يسجل لك، يسجل 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 او تسجل، هما بيبقوا طول الوقت عايزين معلومات علشان لو انكشف امرهم وحصل مشهد
وناس اتفرجت عليهم يبقوا ماسكين عليك حاجة يعرفوا يفرملوك بيها، او ان هم يبقوا مسيطرين على الفريسة بحيث ان هي ما تعرفش تجري منهم. انا طول الوقت ماسكة عليك حاجة ملجماك ومحجماك ومش هتعرف تروح مني في حتة، ولو فكرت فانا ماسكة عليك كذا وكذا وكذا، فتبقى طول الوقت قاعد تحت رحمة ان انا ممكن ابتزك. طبعا يطول شرح، زي ما قلنا الموضوع بتاع الخوف ده يتعمل عليه حلقات طويلة جدا، لانه اجتماعيا بيستغل من كذا مصدر، وممكن يكون المواطن بيتمارس عليه موضوع الخوف ده من كذا جهة في حياته، ويعني جهة الشغل وجهة البيت والاجتماعات والحاجات دي كلها، فده لوحده موضوع. لو عايزيننا نتكلم اكتر بشكل مفصل، يعني انا عاملة دكتوراه في الشخصية النرجسية لو حابين ان احنا نتكلم عنها اكتر بالتفصيل، من اول انواع الشخصية النرجسية للتكنيكس اللي بيستخدموها لازاي تتعاملوا معاها، وازاي بعد ما تنفصلوا عنها ازاي تقدروا تتغلبوا عليها. سيبولنا كومنت لو حابين يعني احنا نتكلم عنها اكتر. طبعا الحياة صعبة لوحدها، واحنا بنقف في مشاكل كتيرة جدا الواحد نفسه، والشخصية نفسها بتتطور، والواحد شخصيته بتتغير، يعني كل خطوة كل يوم الواحد بياخده بيتعلم في حاجة كتيرة، فما بتبقاش ناقصة حمل ان هو يتعامل مع شخصيات مضطربة وشخصيات سامة بتمارس عليه ضعفها وفشلها وصدمات وازمات ممكن تكون اتعرضت لها من طفولتها. فمن الارجح ان احنا بنتعامل بشكل سليم في التخلص، او ان احنا بنبتدي نحط boundaries حدود مع الشخصيات دي، في ان هو ما بيبقاش عليهم ليهم سيطرة علينا، ولا ليهم ان هم يمارسوا النفسيات الضعيفة دي علينا في ان هم يأذونا اكتر واكتر. لان في ناس ممكن توصل بها الموضوع للانتحار من كتر ما الشخصيات دي عمالة بتمارس الأذية دي عليها، وبتهز ثقتها بنفسها وتحسسها ان هم مش كفاية، وان هم ما يتحبوش كفاية وبيقللوا منهم وبتاع، بيوصل الامر الى ان الواحد يبتدي يفكر في الانتحار. ف يعني بنفكر كتير قوي ان احنا ننفصل تماما ونعمل بتر للعلاقة دي من اولها. الشخصية السامة المضطربة دي مش مفروض تكون موجودة في حياتنا، ومش بنحس باي تأنيب ضمير او تقصير في انه يا انا ضحيت بفلان او انا بعدت عن علانة. انت نجيت بنفسك وهربت وجريت علشان انت تعيش حياة صحية وسليمة وتحافظ على نفسيتك، اللي اوريدي اصلا كل يوم بنتعرض لحاجات وبيتم اختبارنا واختبار نفسيتنا في حاجات شرسة جدا وشديدة جدا، مش ناقصة كمان تزيد بمصادر سامة ومضطربة. ولو في حد بيتفرج على الفيديو ده وتعرض لشخصية من الشخصيات دي وحس قوي بالألم النفسي، احنا بنعتذر له ان هو خاض التجربة دي، والف حمد لله على السلامة. ده انت في انجاز انه انت تخلصت او واصل لمرحلة الوعي ان انت تميز انه التكنيك ده تمارس عليك، وان انت قدرت تتخلص منه وتعيش بعيد عنه تماما، وتعيش حياة اكثر استقرارا واتزانا. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. تحياتي.